الريس كرمهم النهارده. طيب إيه مين معانا على التليفون؟ تمام، النهارده بقى سياده الريس من ضمن خطابه النهارده وكلمته في عيد العمال حقيقه اتكلم بشكل واضح وصريح طول الوقت. احنا بنتكلم على هو سوق العمل محتاج ايه من الخريجين او من الطلبه، سواء بنتكلم على مستوى المدارس او بنتكلم كمان على مستوى الجامعه. خليني ارحب بدكتور عادل عبد الغفار متحدث الرسمي باسم وزاره التعليم العالي. دكتور عادل كل سنه وحضرتك طيب ومساء الخير يا فندم. وحضرتك طيبه وكل السيدات والساده المشاهدين وشعب مصر الكريم، كل خير يا رب. يا رب، اشكرك فندم. دكتور عادل، الـ السياسة ايه او بتفكروا في ايه في اللي جاي على فكرة انه يتم الربط ما بين سوق العمل احتياجه ايه وما بين الخريجين؟ لانه النهاردة اشار ست رئيس وقال ما ينفعش يبقى عندنا كل سنة 100,000 خريج من كلية الحقوق او من كلية التجارة او يعني بتكلم بشكل عام، احتياج سوق العمل ايه؟ هنشتغل ازاي الفترة اللي جاية؟ خطتكم ايه على انه انا النهاردة لما اتخرج من الجامعة او بنتي او ابني يلاقي الشغل، لان الشغل ده هو اللي هيشتغل فيه وهو اللي هيأمن له حياته وهو اللي هيأكله لقمة العيش زي ما بنقول، يبقى صح ايه؟ يعني خليني اوضح لحضرتك ان السيد الرئيس لما اجتمع بالمجلس الاعلى للجامعات في نهاية شهر يوليو الماضي بجامعة القاهرة، وايضا سيادته اجتمع بالمجلس الاعلى للجامعات ومدير المراكز والمعاهد البحثية ايضا على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، كان واضحا سيادة الرئيس في عدد من التوجيهات. التوجيه الأول اللي حضرتك ذكرتيه في خطاب السيد الرئيس اليوم هو ربط التعليم ومناهج التدريس في الجامعات المصرية بسوق العمل. احنا حضرتك خدنا هذا التوجيه وترجمناه إن شاء الله النهاردة من خلال برنامج حضرتك فأعلن بإذن الله خلال العام الدراسي القادم ستنضم 3 جامعات تكنولوجية للتنسيق في العام الدراسي القادم. لا تهينا حضرتك من كافة التشريعات المطلوبة، تهينا حاليا عملية الإنشاءات على وشك التسليم، عملية التأسيس على قدم وساق. جامعات حضرتك التكنولوجية ستقدم طفرة نوعية في التعليم الجامعي في مصر. لا هندي أولوية واضحة للتعليم الفني، كافة التخصصات الفنية، التعليم الفني هيبقى حضرتك هنمنح درجة البكالوريوس، وفي ايضا دراسات عليا ايضا في هذه الجامعات. هنبدا المرحله الاولى ب3 جامعات تكنولوجيه في القاهره الجديده، في ويسنا في المنوفيه، في بني سويف كمرحله اولى. وان شاء الله تباعا سنتوسع، الخط عندنا فيها 8 جامعات تكنولوجيه. حضرتك هذه الجامعات لا تستجيب فقط لاحتياجات سوق العمل في مصر، بل تستجيب ايضا لاحتياجات سوق العمل في المنطقه وايضا على المستوى الدولي. الاحتياج اليوم لخريج تعليم فني جامعي متميز في التخصصات اللي العالم محتاجها النهاردة في صيانة الكمبيوتر، في الكهرباء، في كافة مناحي الحياة، احنا محتاجينه جدا، لان ده حضرتك فرصة العمل منتظرة. صحيح، ده احد التطورات اللي احنا شغالين فيها، وبإذن الله ده هذه الجامعات على بداية العام الدراسي القادم على طول. يعني احنا بنتكلم بعد اجازه الصيف اول ما يدخلوا الشباب الجامعه، وهيبقى ده طبعا للجداد الخريجين من ثانويه عامه، مش كده يا فندم؟ بالظبط، هيبقى الثلاث كليات الموجودين دول خريج الثانويه العامه وخريج ايضا الشهادات الفنيه. احنا مركزين ايضا مع الثانويه العامه على التعليم الفني، ده حضرتك بالنسبه لنا مستقبل مهم جدا. تمام، اتجاه حضرتك التاني اللي احنا ماشيين فيه، وزاره التعليم العالي مع وزارة الاتصالات مع الجهات المعنية في الدولة حاليا شغالين في استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي. النهارده العالم حضرتك بيتجه للذكاء الاصطناعي، بدأنا كليات الحاسب اللي موجودة على أرض الواقع. مجلس الأعلى للجامعات وافق لعدد من الجامعات المصرية على إضافة تخصص الذكاء الاصطناعي في عدد من الكليات. بدأنا حضرتك كما أشرت لدراسة سوق العمل، عندنا خريجين من بعض التخصصات أكثر بكثير من حاجة سوق العمل. صحيح، على سبيل المثال دي بتبقى مشكلة للشاب في النهاية وهو معذور، وفي نفس الوقت بيبقى أتفضل يا فندم. بدأنا بالفعل حضرتك مش بس خريج كليات التجارة والحقوق، أيضا كلية الصيدلة، واتخذ المجلس الأعلى للجامعات قراره بخفض قبول خريج الكليات اللي فيها زيادة في أسواق العمل
والاتجاه الى التخصصات الجديده اللي البلد محتاجاها في الفتره القادمه. تمام. خليني برضه اقول لحضرتك اكد على نقطه جديده ودي مهمه ايضا. اتفضل. ان احنا حضرتك بالنظر الى الخريطه التعليميه في مصر كان عندنا محافظات الوقت القريب محرومه من الجامعات. ايوه. الحمد لله النهارده كافه محافظات الجمهوريه متغطيه بالجامعات. هاي. النهارده احدث قرار بانشاء جامعه في الاقصر. الشهر هاي. الماضي وافق المجلس الاعلى للجامعات. اصبح مطروح عندنا فيها جامعه. أيوة. الوادي الجديد عندنا جامعه، الاقصر أيوة. عندنا جامعه، المرحله نعم. القادمه باذن الله اخر أيوة. محافظه باذن الله خلال الشهور القادمه هتبقى جامعه البحر الاحمر. الله هذه الجامعات ده. الجديده سيراعى فيها احتياجات المنطقه الجغرافيه اللي بتنشا فيها هذه الجامعات. ايوه بالنسبه لحضرتك للجامعات الخاصه حتى افرع الجامعات الدوليه الجديده في مصر ايوه احنا حضرتك بنراعي فيها التخصصات العلميه الجديدة اللي هي احنا حضرتك الدراسة الحالية اللي عملتها وزارة التعليم العالي حول احتياجات السوق المصري خلال السنوات القادمة نعم. واحتياجات السوق الاقليمي والدولي من العمالة أيوة. بتفرض علينا التحرك نحو تخصصات علمية جديدة صحيح. وهذه التخصصات العلمية بتراعى في انشاء حتى الاقسام الجديدة بالجامعات الحكومية نعم. ايضا الجامعات الخاصة بنفس الفلسفة أيوة. وايضا فيما نختار من برامج دراسيه بالنسبه للجامعات الدوليه التي ترغب في تدريس برامج لها في مصر. هايل. هذه المنظومه الكليه حضرتك لما تنظر لها بشكل عام انا اثق باذن الله ان احنا تطوير التعليم الفني عشان احنا عندنا حضرتك خلفيه ثقافيه وصوره ذهنيه سيئة. عن التعليم الفني سيئه جدا. هذه الجامعات ستمنح درجه البكالوريوس. هايل. وايضا من يرغب في الدراسات العليا في التعليم الفني ستتاح له الفرصه. هايل. لان سوق العمل هو الذي يتطلب ذلك في صحيح. مصر وفي المنطقة. هايل. أتمنى لك التوفيق فندم وبشكرك على أكثر من انفراد قاله لنا دكتور عادل عبد الغفار. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. قلت لحضراتكم أنه